سرني أن أتقدم بوافر الشكر والتقدير إلى الأشقاء في المملكة العربية السعودية ملكا وحكومة وشعبا على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة وحسن تنظيم هذه القمة المهمة التي نتمنى أن تسهم في تكريس التعاون والتكامل في منطقتنا. نلتقي اليوم وسط تحديات إقليمية ودولية حساسة، وأيضا وسط أمالي وتطلعات كبيرة أن تثمر جهود التعاون ومد جسور الثقة وتغليب لغة الحوار من أجل تحقيق بيئة مستقرة تضمن الحياة الكريمة لشعوب المنطقة. لقد كان العراق بتعاون أشقائه وجيرانه وأصدقائه دور أساسي في محاربة الإرهاب والانتصار على تنظيم داعش، ولكن لا زال أمامنا طريق إضافي لاقتلاع جذور الإرهاب، وما يستدعي تعزيز الجهود الوطنية والإقليمية والدولية لوضع استراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله عبر التعاون الأمني المشترك وتبادل المعلومات والخبرات. إن المخاطر التي أفرزتها الأزمة في أوكرانيا تتطلب تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لإيجاد الحلول السريعة وتوحيد المساعي في مجال ضمان الأمن الغذائي لشعوبنا وتأمين إمدادات الطاقة. في منطقة الشرق الأوسط تضررت بصورة ملموسة من تبعات التغيير المناخي وأزمة المياه ومخاطر التصحر، مضافة لذلك كله التحديات الصحية أثر ظهور وانتشار أوبئة مثل جائحة كورونا. وكل هذه الأزمات تستدعي أن نتحرك سوية متكاتفين للتصدي لها. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، يقترب عمر النظام الديمقراطي الدستوري في العراق من العقدين عقب عقود من الدكتاتورية، وهذه الديمقراطية الناشئة لا تزال تتقدم رغم التحديات والأزمات الكبيرة، ولكن لا تزال هناك مصاعب سياسية بعد الانتخابات، وهذا ما يؤكد الحاجة على الحفاظ على القيم والمبادئ الديمقراطية في الحياة العامة، وهو مسار يستلزم المزيد من الوقت وتراكم الخبرات. بعدما تجاوزنا مرحلة طرد تنظيم داعش من أرضنا، أمسكت قواتنا العسكرية والأمنية بالملف الأمني، وهي في مرحلة تطور بشكل مستمر لحفظ أمن العراق ومقدرات شعبنا. يسعى العراق إلى تعزيز بيئة الحوار في منطقتنا، ويعتبر أن أجواء التعاون الاقتصادي والتنسيق الأمني بين جميع الأشقاء في المنطقة تخدم بشكل مباشر مصالح شعبنا كما تخدم مصالح شعوب المنطقة. إن اللقاءات والمؤتمرات الثلاثية التي جمعت جمهورية مصر العربية والمملكة العربية والمملكة الأردنية الهاشمية قد أنتجت رؤية مشتركة لفتح بدايات التعاون والتكامل.